بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم اخوان، تحياتي للاخوة جميعا. طبعا اليوم زيارتنا بيت الاستاذ الكبير استاذ ملك بابر مع الاستاذ سلار وردة. طبعا اليوم راح نراويكم حمام، يعني ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، راح يكون حمام من الاخر مع علي بت. طبعا اخوان، وبالنسبة للاستاذ الكبير استاذ ملك بابر، يعني من نوع اللي هو مو كثير ناس تدخل تشوف الحمام، يعني هو هذا الموضوع كلش يتحفظ من عنده، بس يعني بحكم العلاقة اللي بيناتنا هو إنسان يعني يقدرني تقدير واحترام، فهذا الأساس اللي هو طبعا استقبلنا بالبيت. طبعا ونشوفكم جزء ما شاء الله من الكوس الثمينة. زين، شوف هاي طبعا الهدايا مال الأستاذ. زين، شي روعة. تمام أستاذ ملك بابر علي، قل له نقدر نشوف الكوس اللي هنا؟ ايه عادي عادي، دول اذا هو كاب وغيره. زين اخوان، طبعا هذه الكوس تعتبر من الكوس يعني الثمينة جدا، كوس هذه عملاقة. علي تعال ويا علي. علي هذه طبعا هدايا الاستاذ، شوف اخوان هذه كلها ما شاء الله. هذا هو يقول زيد دخل غرفة ثانية. هذا شوية بس. والاثنين مرة يدخل جيت حار. الشامبيون هو مع الاثنين مرة. وراح نرجع نسوي لكم شوق، يعني يعتبر هذا الشوق من الشوق الرهيب. شوفوا اخوان، شوفوا ما شاء الله. उसी की वो जो अब तो दिया था पेयर जो आखिरी आप वो इसकी बेटी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। ले जी, मैंने तकरीबन एक मेरा शौक था कि बाबर भाई के घर में शौक करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा शौक मेरे बड़े भाई ने पूरा करवा दिया। ये बाबर भाई की मेहरबानी है भाई, ये सारी इनकी शफकत है। इन्होंने बाबर भाई को कहा और बाबर भाई ने हमें शौक करवा दिया। मुझे ना नहीं भाई ने भी कहा था। अच्छा, नाम भाई ने भी कहा, चेयरमैन साहब ने भी कहा कि यार हमारा दोस्त आया हुआ है तो उसको यार को शौक। मैं कहा जी परिंदे नहीं ठीक, आपको पता ही है कि जहर बीमारी से गुजरे हैं, उसके बाद बाजियां थी, फिर नहीं टाइम मिल सका। तो मैं कहा इंशाल्लाह इमरान भाई ने मुझे कल फिर कहा, कहते यार नीचे बैठा के वो 8-10 दिखा। मैं कहा चले बना लेते हैं। शुक्रिया। नहीं भाई ने भी कहा नहीं शुक्रिया वाले कोई बात नहीं, बाकी वैसे ही नहीं एक दिल करता और कोई अल्लाह माफ करे, अनोखे नहीं है सबके पास आउटस्टैंडिंग कबूतर। इसके बाद नेक्स्ट जो शौक है इसके बाद हमने नईम भाई के पास ही जाना है, और ये शौक अभी साथ साथ करवाते हैं। ये एक मगर है, आप लोग बैठो मैं कराता हूँ। सभी आतिम शाह को बेहतर है। अली कमल انت اعطيني، انا راح اقدم استاذ سلار. تمام اعطيني. وہ کہتا جی میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے شو کروانا ہے، لیکن تک نا صرف گنتی کے دو تین سر کے اوپر کا شو کرنا، صرف گنتی کے دو تین اوکے انا سو ہے تمام انت ہی بس بس بسم اللہ ما شاء اللہ. السلام علیکم اخوان. طبعا ما شاء الله هذه الكمنجرات يعني تعتبر رقم واحد، أشكال ومواصفات رقم واحد، يعني بسم الله ما شاء الله. ये 20-25 साल पुराने कबूतर हैं भाई साहब। هذا आज के नहीं है। 25 سنة 20 سنة قديم. 95 भी दिया कम वो يقول
1995 هذا التير قديم هذا يعني. يعني من كم سنة؟ يعني 25 سنة 20 سنة قديم فوق بعد. ما شاء الله. شوف اخوان يعني اذا تلاحظون ما شاء الله حتى لون الحمام اللون الجلدار اللي اني اتكلم عنه مرات. شوف اخوان هو في كلم انا ما يهول هذا دخل يعني اي مكان. نعم. يوتيوب فيسبوك اي مكان. نعم نعم نعم. شوك من 3-4 ايام بس. نعم. دخل لاي. بسم الله ما شاء الله. شوف ده. شوف ما شاء الله. شوفوا يا دقيقة علي. شوف اخوان شوف المواصفات ما شاء الله اللي تكون يعني يعتبر هذا الفول اوريجينال. شوف ما شاء الله علي ترجمي ذا هاي شوية هو يتكلم هذا طيور مال مياه نظير. نعم. أنا بس أعطي أكل طيور. نعم. مال هو لازم بكلمك هذا طيور اسمك أستاذ مياه نظير. ما شاء الله. وهي بانية إنك أصل بانية إنك أنتاج مياه نظير. نعم. ما أحد تاني نفر. يعني هذا من بيت الأستاذ مياه نظير. إيه. شوف. ياد شفت هذا لولو اصفر لولو لولو اصفر ما شاء الله اخوان يعني هذا الحمام يعني ما شاء الله شيء فاخر والله اول مره يمكن دخل هو في سوي نزل فيديو لكن لا يصير تقريبا هذا من زمان ما يجي نفر اول مره انت زرقاني هذا حصل مشان انت هذا الحمد لله احترام يعني. هذه طبعا من باب الاحترام والمحبه من الاستاذ الكبير طبعا اخوان طبعا هو الاستاذ من طبيعته يعني مو شلون نقول احنا اي احد يدخل ويسوي لايف يعني هذا الموضوع عنده بس الحمد لله يعني هذه احترام وتقدير من عنده واني جدا متفضل له زين يعني بس شوف حتى احجام الحمام ما شاء الله ما شاء الله بلدي كمان غير لايف بنكر انت سوي شوك اول لا لايف بعدين انا سير سوي شوك لا 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 واضح تمام واضح تمام یہ جی بابر بھائی کے پرندے ہیں لال آنکھ والے پہلے ان کا شوق پھر بعد میں سلارے ما شاء الله شوف الحمام ايش قد محتفظين به وهذا الحمام يعني عندهم من يعتبر ثمين مو شيء عادي شوف ما شاء الله 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 كمنجر دم مياه نظير شوف بسم الله ما شاء الله جي بیٹا یاد رہے 10 منٹ ذرا چائے کرنا ذرا چولہا تھوڑا سا لائٹ کر دے 10 منٹ کے لیے كل الأسطح اللي صعدتها
يكون الذيل كله ريشة واحدة، زين، يعني هذه تعتبر مواصفات كاملة. إنسان تادي. شنو يقول الأستاذ؟ إنسان تادي يعني سمسم نفر في مخ، وسمسم إنسان مخ. والله هذا صحيح، إنسان تادي كشكل صحيح، إنسان تادي. شوف أخوي. شوف تادي. پرانے کبوتر ہے میاں صاحب کے ہاتھ. اوکے، ہاں، ہذا قدیم تیر مال میاں نذیر چیئرمین صاحب کی طرف سے، ہذا ای جی من استاد چیئرمین مال ہوا. ماشاء اللہ. 97 میں حاجی لیاقت صاحب کی چھت پہ وادی میں اس کا سکب آیا. رفع ٹیلیفون شوئی زین. 2017 و 97 طیر حاجی لیاقت ستا مال ہوا، 97 میں اڑا تھا انسان، 97 میں سکا بھائی، ماشاءاللہ، اس کی آگے یہ اڑا. شوف اخوان، شوف یہ ٹیپ سے باندھی گئی. شوف بسم اللہ ماشاءاللہ. یہ بیٹا هذا يجي بابا، هذا الأب إخوان. خلي عدل التليفون على مود خلي طير يطلع كامل. اترك هسه اللايت. إيه تمام. شوف اخوان، شوف السبال، هذا كلنا مضموم جوا. 25 سنة. معلوم كم عمر مال هو؟ نعم، يقول 26 25 سنة عمر مال هو. هذا اي ما شاء الله، بسم الله، الله يحفظه ويطول بعد بعمره. لے جی، جتنا شوق کروانا تھا کروا دیا، ابھی ہم بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے، اس کے بعد پھر نعیم بھائی کا شوق کریں گے. اللہ حافظ. یہ ابو عقی ابھی بتائے گا لائیو میں. اخوان تحیاتی الکم طبعا، او اذا لائیو جدید انتظرونا طبعا مع الاستاذ سلار والبطل العملاق ما شاء الله، الخلوق المؤدب المحترم القلب الطيب. تحياتي للأخوة.